كحلم سريع مرت الأيام التي قضيناها كغيمة عابرة حملت بغيث يروي حقولا وزروعا، فسلام على أيام مضت كطيف حلم جميل ونسمة هوى عليل. في ليلة يشارك فيها ضوء القمر وعطر الزهر ويتباهى معلمات قديرات ومربيات فاضلات، نحتفي بالتكريم والتوديع، نحتفي فيه برد جزاء جميل لشخصيات أمضت في التربية والتعليم خير أوقاتها وكافحن حتى جاءت ساعة اتخاذ القرار لتسليم الراية لمن خلفهم. شكرا لكنا وشكرا لكل معلمة صبرت وعانت في سبيل التعليم. شكرا لكن، شكرا يعانق نجوم السماء. تكريم من منسوبات مدرسة القريحة للمعلمات المتقاعدات رحمة أحمد، صالحة إبراهيم، شارة موسى، دخنة حسن، مايقة الحسين، فاطمة معين. الحمد لك يا ربنا وبعد حمدك والثناء نخص في تكريمنا اللي لها معزاه أكيد من منسوبات المدرسة نكرم كل مدرسة ترسي البناء وتأسسه والجيل منها يستفيد. الحمد لك يا ربنا وبعد حمدك والثنى نخص في تكريمنا اللي لها معزة أكيد سبات المدرسة نكرم كل مدرسة ترسل البناء وتأسسه والجيل منها يستفيد. لو كتبنا من حروف ما تفي بنت الأنوف زادها التعليم وصول يكتمل فيها القصيد. الحمد لك يا ربنا وبعد حمدك والثنى نخص في تكريمنا اللي لها معزة أكيد رحمة بسلوب الرفيع تحاور أزهر الربيع معروفة عند الجميع عن هدفها ما تحيد. شكرا بلا حد وحدود مفعم بريحان ووعود أبياتنا الرحمة حشود محروسة بالله الحميد. لو كتبنا من حروف ما تفي بنت الأنوف زادها التعليم وصول يكتمل فيها القصيد. الحمد لك يا ربنا وبعد حمدك والثنى نخص في تكريمنا اللي لها معزة أكيد نقول بالصوت العلن مشكورة يا دخنة حسن أسلوبها مهارة وفن وطرحها راقي وفريد نشاطها أكبر دليل من تبر الروح العليل والتكرم يا دخنة قليل تستحقين المزيد. لو كتبنا من حروف ما تفي بنت الأنوف زادها التعليم وصول يكتمل فيها القصيد. الحمد لك يا ربنا وبعد حمدك والثنى نخص في تكريمنا اللي لها معزة أكيد والله إنها فالحة تعطي الأريج وتمنحة شكرا كثير لصالحة موصوفة بالرأي السديد. جو الوفاء طرف ومدى شكرك أبد ما له مدى يا صالحا صوتك صدى واليوم تكريمك أكيد. لو كتبنا من حروف ما تفي بنت الأنوف زادها التعليم وصول يكتمل فيها القصيد. الحمد لك يا ربنا وبعد حمدك والثنى نخص في تكريمنا اللي لها معزة أكيد شكرا عدد قطر الغيوم يوصل معلمة العلوم لشاره موسى كل يوم لعزمها وجه جديد لشاره يا ضوء النجوم الجيل يفخر بك ويروم من موجتك ينهى العزوم يعيش في فرحة وعيد. لو كتبنا من حروف ما تفي بنت الأنوف زادها التعليم وصول يكتمل فيها القصيد. الحمد لك يا ربنا وبعد حمدك والثنى نخص في تكريمنا اللي لها معزة أكيد كفص بالعقد الثمين وريثة سيد المرسلين وما يقه أستاذ دين دم وطنها وتستعين وما يقه كيف نشكرها يا رب سألك تذكرها صرح المعالي منبرها وصيتها عقد بجيد. لو كتبنا من حروف ما تفي بنت الأنوف زادها التعليم وصول يكتمل فيها القصيد. الحمد لك يا ربنا وبعد حمدك والثنى نخص في تكريمنا اللي
لها معزة أكيد. حيو معلمة الحساب اللي لها نظرة تهاب، وفاطمة تعطي صواب لجيرنا السم الفريد. شكرا يعانق السماء وحب وتقدير وثنى، يوصل أكيد الفاطمة اللي لها معزة أكيد. لو كتبنا من حروف ما تفي بنت الأنوف، زادها التعليم وصول يكتمل فيها القصيد. الحمد لك يا ربنا وبعد حمدك والثنى، نخص في تكريمنا اللي لها معزة أكيد. الفرحة فيك انت افتخر، والجهل يهوي واندثر، الخير فيك ينتصر والآتي ينتظر المزيد. سلامي يا كل الشموس، يا غالية على النفوس، والله تعلينا الروس واسمك النخل النشيد. لو كتبنا من حروف ما تفي بنت الأنوف، زادها التعليم وصول يكتمل فيها القصيد. الحمد لك يا ربنا وبعد حمدك والثنى، نخص في تكريمنا اللي لها معزة أكيد. تكريمنا اللي لها معزة أكيد.